بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، بنجدد اللقاء معاكم والتحية من منصة السكولة التعليمية. معكم مستر محمود غنيم، بندرس تاريخ منهج الصف الثالث الثانوي. اليوم ولادي وبناتي بنبدأ مرحلة جديدة من منهج الصف الثالث الثانوي، اللي هو الفصل السادس اللي مرتبط عندي بالدول العربية. عنوان الفصل عندي التوسع الاستعماري في البلاد العربية الواقعة تحت الحكم العثماني بعد الحرب العالمية الأولى لحد الاستقلال. الفصل فيه أكتر من مقطع، النهاردة هنتناول مع بعض المقطع الأول. إيه اللي موجود في المقطع الأول أبنائي وبناتي؟ هنتكلم عن مصير الدولة العثمانية، تمام؟ بدخولها الحرب العالمية الأولى، وهنقول هي ليه دخلت الحرب العالمية الأولى؟ عشان تنقذ ما تحت يديها من ولايات عثمانية من مخططات التقسيم المباشر لدول الوفاق، وعشان تسترد اللي أخذته منها دول الوفاق. وهنتكلم عن إعلان الجهاد المقدس. الدولة العثمانية أعلنت الجهاد المقدس، وهنتكلم عن أثره وموقف العرب من هذا الإعلان اللي كان في البداية عبارة عن حماس ثم حذر ثم تريس. وهيظهر لنا دور جديد على الساحة هيكون ليه أثر كبير جدا في القضاء وسقوط الدولة العثمانية. دور مين اللي هنتكلم عنه؟ الشريف حسين بن علي، بنقول عندنا شريف مكة، اللي كان ليه طموحاته. ايه هي طموحاته؟ يكون خليفة للمسلمين وملك على العرب. هنتكلم عن ازاي الطموحات دي هتتنفذ ولا مش هتتنفذ. كان في اتصالات مع بريطانيا، وبريطانيا استغلت الشريف حسين أحسن استغلال، وبدأ مراسلاته اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، مراسلات الحسين مكمهون اللي اتكلم فيها عن طموحاته، هنشوف هتتحقق ولا لا. وفي النهاية بنتكلم عن الثورة العربية عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى، أسبابها نتائجها. وهنتكلم عن المؤامرة اللي دبرت للعرب أثناء الحرب العالمية الأولى، وهي كارثة واتفاقية سايكس بيكو. هنتكلم عن أطرافها، عن نصوصها، وعن نتائجها. وبنختم المقطع ده بدخول الحجاز في حكم آل سعود. يلا بينا مع بعض نشوف حلقة النهاردة. يلا أبنائي وبناتي، الدولة العثمانية اللي كانت إمبراطورية كبيرة، الحرب العالمية الأولى هتكون نقطة فاصلة في مصير هذه الدولة، هتكون سبب في نهاية الدولة العثمانية. طيب، هي الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى، تمام؟ وكلنا لازم نعرف تاريخ الحرب العالمية الأولى من عام 1914 لعام 1918، يعني في بدايات القرن العشرين. طب هي دخلت الحرب، احنا الكلام ده خدناه قبل كده يا مستر في الفصل الرابع. أيوة، دخلت الحرب بجوار ألمانيا والنمسا اللي بتقال عليها دول الوسط، ضد إنجلترا وفرنسا، وهتنضم لهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. دول بنسميهم دول الوفاق. طب هي دخلت الحرب ليه؟ دخلت الحرب عشان عايزة تحافظ على نفسها من التفكك والانهيار، يعني عايزة ترجع اللي أخدته منها دول الوفاق، أو تنقذ نفسها زي ما احنا قلنا من التفكك والانهيار، وتحافظ على اللي معاها من ولايات عربية من المخططات اللي كانت بتسعى إليها دول الوفاق، وكانوا عايزين بنقول عندنا هنا يقتسموا ممتلكات الدولة العثمانية فيما بينهم. يبقى دي الأسباب اللي خلت الدولة العثمانية تدخل الحرب العالمية الأولى. طيب، الدولة العثمانية زي ما احنا عارفين، وخدنا قبل الكلام ده قبل كده برضو، قلنا في الفصل الرابع اللي كان بيربطها بشعوب العالم الإسلامي كان الرابطة الدينية. احنا بنتكلم عن الحرب العالمية الأولى اللي هتخلي في تغيير في الرابطة دي. كانت الرابطة الدينية بتربط، بنقول عندنا شعوب العالم الإسلامي، بالدولة العثمانية،
باعتبارها ممثلة الخلافة الإسلامية. فهنا تم إعلان الجهاد المقدس. وكلمة جهاد مقدس بنقول عندنا هنا أزعجت بريطانيا لأقصى درجة، لأنها تصير الشعور الديني تمام ضدها، وهتصير طبعا روح العداء ضد الوجود الإنجليزي فين؟ في الشرق. فعشان كده كان في انزعاج من كلمة الجهاد المقدس اللي هتعلنها الدولة العثمانية. والدولة العثمانية بنقول عندنا بمساعدة ألمانية قامت في الأيام الأولى من الحرب، ومعها قطعتين بحريتين ألمانيتين بمهاجمة عدوها التقليدي. من العدو التقليدي للدولة العثمانية؟ روسيا. فقامت بمهاجمة ميناء أوديسا وسبستبول الروسيين، وأعلنت الجهاد المقدس اللي أفزع. بنقول عندنا مين أفزع؟ إنجلترا. ليه؟ عندنا هنا إنجلترا شافت إن في صدى كبير لهذا الإعلان بين المسلمين، لأن احنا قلنا الرابطة الدينية كانت موجودة وكانت قوية جدا، ودي كانت بتجمع بنقول عندنا شعوب العالم الإسلامي بالدولة العثمانية. كمان إنجلترا كانت بتحكم الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا، والمنطقة دي أولاد في الوقت ده كان فيها حوالي 50 مليون مسلم على الأقل. فبريطانيا شافت إن هذا الإعلان هيعمل لها مشكلة خطيرة، هيعتبر بنقول خطر ليها أثناء الحرب. طيب العرب كان موقفهم إيه من الإعلان ده؟ العرب كان عندنا هنا ليهم موقف من الجهاد المقدس. الأول كان في عندنا كده، بنركز مع بعض يا أولاد، حماس، دفاع، قلنا جهاد مقدس حرب دينية، لكن بعد شوية بدأ يبقى في حذر بين زعماء العرب. ليه؟ لأن الدولة العثمانية ما حاولتش إن هي تحتوي العرب، ما حاولتش إن هي تديهم حقوقهم، ما حاولتش إن هي تشاركهم في حكم بلادهم. فكان في أزمة بين العرب والأتراك تمام، والأزمة دي كانت لسه شغالة تمام. وإن المؤتمر العربي الأول اللي كان موجود في باريس ما وصلش لنتائج مرضية. المقترحات اللي قالتها الدولة العثمانية ما أرضتش العرب وما حققتش طموحات العرب. يبقى الأول كان في حماس، ثم كان عندي بنقول عندنا هنا عملية حظر. طيب إيه كمان؟ بعد شوية العرب قال لك إحنا لازم يبقى في نوع من أنواع التريث. يعني إيه؟ الصبر. إحنا مش هنتعجل في تأييد الدولة العثمانية. وبدأوا العرب يفكروا تفكير يعني بنقول عندنا هنا جديد، إن إحنا عايزين مصلحتنا. بعد ما فشل التفاهم بين العرب وبين الأتراك، قال لك لا، إحنا هنتصل بكل الأطراف عشان نشوف مصلحتنا مع مين، ونعرف مواقفهم من المطالب العربية. يبقى هنا إعلان الجهاد المقدس كان بالنسبة للعرب في حماس، ثم بنقول عندنا حذر، ثم تريث، لحد ما يشوفوا هنا مواقف الأطراف المتحاربة إيه من المطالب العربية. الشريف حسين بن علي، الشخصية دي ظهرت على ساحة الأحداث يا أولاد، وهيكون لها دور كبير جدا على الأحداث أثناء الحرب العالمية الأولى. مين الشريف حسين بن علي؟ وإيه اللي عمله؟ ودوره إيه في الثورة العربية؟ مش العربية، هنفرق بالاتنين. الثورة العربية كانت سنة بنقول عندنا 1916، الثورة العربية 1916، إنما العرابية نخدناها وعرفناها 1881. طيب مين هو الشريف حسين بن علي؟ قال لي ده كان متولى شرافة مكة، حكم مكة سنة كام؟ 1908، بعد انقلاب ضد السلطان الايه؟ العثماني عبد الحميد الثاني. ماشي، كان عنده طموح، طموح سياسي وطموح ديني، كان عايز يعمل دولة عربية
كبيرة، تمام؟ وكان بيسعى ان هو كمان يكون خليفة للمسلمين. طيب هنا عشان يحقق هدفه ده قام بنشاط كبير داخل الجزيرة العربية وخارج الجزيرة الايه العربية. يعني معنى كده ان هو ما كانش معتنق بفكرة الخلافة الإسلامية، ايوه. وعشان كده هتجد بريطانيا في هذا الرجل خير معين ليها، بمعنى اصح الأداة اللي هتستخدمه للقضاء على الدولة العثمانية. بدأت الاتصالات من خلال ابن الشريف حسين، اسمه ايه ابنه؟ عبد الله. اتصل بمين؟ بالسير رونالد ستورز. شغلانته ايه؟ ده السكرتير الشرقي في إدارة المندوب السامي البريطاني في القاهرة. الاتصالات نركز كده مع بعض يا اولاد، كانت قبل اشتعال الحرب العالمية الايه الاولى. عايز يجد مساندة او دعم او تأييد من بريطانيا بمعنى صح، ورأيهم ايه في محاولات العثمانيين ان هم يبعدوه عن موقعه. وطبعا العثمانيين لهم حق، ما عارفوا ان له اطماع بنقول استقلالية، تمام. طيب هنا نخلي بالنا التعاطف الانجليزي ما ظهرش مع الشريف حسين الا امتى؟ بعد وقوع الحرب. احنا عرفنا ان بريطانيا ما بتتحركش الا وقت الازمات، تمام. فهنا بريطانيا محتاجة واحد يقف في وجه السلطان العثماني من نفس الديانة ويعلن جهاد مضاد، فجت لها الفرصة من الشريف حسين. يبقى الانجليز قبضوا تعاطف مع الشريف حسين بعد وقوع الحرب، وبدأ يبقى في اتصال بين شرافة مكة وإدارة المندوب السامي فين؟ في القاهرة. طب ايه الجديد بقى؟ ايه اللي وصلنا ليه مع الشريف حسين بن علي؟ انجلترا مع اشتعال الحرب كان عندها مشكلة، عايزة تفشل الجهاد المقدس اللي اعلنته الدولة العثمانية. طيب مين اللي هيقوم بالدور ده من العرب؟ كان في بنقول عندنا هنا يعني عملية مشكلة في الاختيار، هناخد مين من العرب ومين اللي هنتعاون معاه عشان يبقى ضد الدولة العثمانية. كان عندي موقفين. حكومة الهند البريطانية كانت بتفضل التفاهم مع عبد العزيز آل سعود فين؟ في الرياض. يبقى ده موقف. الحكومة الرئيسية في لندن كانت متحمسة للتفاهم مع الشريف حسين بن علي. طيب مين اللي كفته هترجح؟ مع ان الاتنين مشتركين في عدائهم للدولة العثمانية وما بيعتبروهاش ممثلة بنقول عندنا هنا العالم الاسلامي، ولا هي طبعا بنقول عندنا دولة الايه الخلافة من وجهة نظر. واللي ساعدهم في كده بنقول عندنا تبني انجلترا للفكرة دي. يبقى الاتنين كانوا متفقين في وجهة نظر، عبد العزيز وشريف. ايه هي وجهة النظر؟ بيرفضوا ان الدولة العثمانية تبقى ممثلة للدولة الاسلامية او للخلافة الاسلامية، والكلام ده سندته انجلترا. طب انجلترا هترجح مين؟ انجلترا هترجح مين؟ طبعا انجلترا الشخص اللي عايزاه يقوم باعلان نداء مقدس عشان يعمل عملية افشال للجهاد المقدس اللي اعلنته الدولة العثمانية، وبكده بتقضي على فكرة تكتيل الشعوب ضدها، تمام؟ فوقع الاختيار على مين؟ وقع الاختيار على الشريف حسين. طب على اي اساس؟ اشمعنى ده اللي هيتاخد وهو اللي هيتم التعاون معاه؟ اولا موقعه في مكة، تمام؟ موقعه في مكة، ايوة، اهمية دينية، قبلة المسلمين في الصلاة، ماشي. عندنا هنا حسبه ونسبه، ماشي، نسبه والحسب بتاعه الاصول طبعا الى الاسرة النبوية، هو المؤهل من وجهة نظرهم بسبب موقعه وحسبه ونسبه ان هو يعلن ثورة مدوية، وكده هيعمل نداء بالجهاد يضاد به
نداء السلطان. يبقى هنا دبلوماسيا أجادت بريطانيا اختيار الشخص اللي هيحقق ليها هدفها، اللي هو هيعمل انقسام وإفشال لمخطط الدولة الإيه العثمانية، وإفشال بنقول عندنا هنا نداء الجهاد المقدس. طيب إيه اللي حصل من الشريف حسين لما حس بقى إن هو المطلوب وهو اللي هيبقى بنقول عندنا على الساحة وفي تعاون معاه؟ بدأ يبقى في نشاط الاتصال بين شريف حسين وانجلترا، لانه هنا عايز بقى يحقق اللي هو كان بيسعى اليه، عاوز يخلي ليه مكانة دينية كخليفة ومكانة سياسية ان هو يعمل دولة عربية ايه كبيرة. لكن هنشوف الكلام ده يتحقق ولا دي هتطلع فاضية في النهاية. ما صدق عندنا الشريف حسين ان في تعاطف، راح على طول ورقة وقلم ومراسلات ما بين الحسين وما بين مكمهون مندوب السام البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى. كتب له إيه في المراسلات دي؟ كان بيعبر عن طموحه وطموح بعض الزعامات العربية السورية. طيب الناس دي كان طموحها إيه؟ طموح قابل للتنفيذ ولا الاتفاقيات والسياسة هتمنع تنفيذه؟ هنشوف هو طالب إيه. يتولى الخلافة الإسلامية بدلا من السلطان العثماني، من أولها كده طلب كبير جدا. يستقل بالبلاد العربية، وحدد منين؟ من مرسين وأطنة شمالا، للحدود العراقية والفارسية شرقا، والجزيرة تمام. يعني عايز يعمل دولة عربية تشوف كده تضم مين يا أولاد؟ العراق وسوريا وشبه الجزيرة العربية تقريبا. يبقى دي طموحاته، ده هدفه تمام. هل هيتحقق الكلام ده؟ هنشوف من اللي جاي. بريطانيا اول مطلب اترفض مطلب الخلافة تمام، وبسبب التزامات بريطانيا مع العرب رفضوا مطلبه ان هو يكون ملك على العرب. احنا نسينا يا اولاد ان كان في معاهدات حمايه ما بين بريطانيا وما بين مشايخ الخليج العربي، فما ينفعش. يبقى انجلترا بنقول عند كده قالت له كل اللي انت عايزه، واحد اتنين تلاته، وقالت له طبعا بنقول ليه الكلام ده ما ينفعش، احنا في معاهدات مع مشايخ الخليج العربي ومش هينفع نغير وضعهم ويبقوا جزء من الدوله بتاعت الشريف حسين بن علي ال سعود. عاملين اتفاقيه مع بريطانيا، اتفاقية أو المعاهدة اسمها معاهدة دارين عام 1915، يعني أثناء الحرب العالمية الإيه الأولى. فكده بنقول عندنا منطقة شبه الجزيرة العربية بعيد كمان عن طموحاته. إيه كمان؟ الإدريسي حاكم عسير كان في معاهدة برضو معاه، كمان حاكم عمان ومشيخات الساحل اللي هي الإمارات العربية حاليا عاملين اتفاقيات مع بريطانيا. حتى اليمن مستقلة، يعني الدولة اللي هو مخطط لها وراسم لها طبعا هنا مخطط في أحلامه، هنا مش هتنجح. مش هتنجح ليه؟ لأن احنا شفنا عندنا هنا إن بريطانيا عملت طبعا بنقول اتفاقيات مع بنقول عندنا هنا العديد من مشايخ وحكام المنطقة العربية. طيب ايه اللي حصل كمان؟ قال لي ان المناطق اللي هو طالبها كمان في الشام، طب دي بعيدة عن شبه الجزيرة العربية يا مستر، ما في مصالح استعمارية، فرنسا ليها مصالح استعمارية في الشام، غرب حماة، حلب، حمص، دمشق. الجزء الجنوبي من العراق ماله هو كمان؟ مش تبعك. ليه؟ لأن البصرة وبعدها بغداد هتقع في يد مين؟ في يد إنجلترا. يعني كل أحلامه وطموحاته بنقول عندنا هنا مالها؟ طبعا يعني لن تتحقق. وهنا المفروض من كل الكلام ده مش فاضل
بنقول عندنا قال عدة مناطق، موقفها ايه؟ اولا منطقة مرسين وعطنة هيتم استبعادها. ليه؟ لان طبعا بنقول عندنا دول مش عربيتي. امال ايه اللي فضل يا مستر؟ لا شبه الجزيرة العربية ولا العراق ولا كمان عندنا الشام، يبقى ما فضلوش حاجة، يبقى الحجاز بس اللي كان تحت ايديه هو المتبقي ليكون تحت سيادة الشريف. يبقى كده المراسلات اللي بيعبر فيها عن طموحه بتبخر، مش هيبقى ليها تنفيذ على أرض الواقع، وقلنا ليه؟ بسبب موقف بريطانيا. طب العقل بيقول بعد الكلام ده كله كشريف حسين يتعاون مع انجلترا؟ مفيش حاجة من اللي طلبها اتحققت، هنشوف ايه اللي هيحصل هنا. بالرغم من ده كله الشريف حسين قام بإعلان الثورة العربية عام 1916، تمام؟ ليه؟ زي ما قلنا عايز يبقى خليفة وعايز يعمل دولة عربية. طيب اتلاقى الموقف الإنجليزي ماله؟ صلب. طيب ما المفروض هنا يتراجع؟ لا، واصل. ليه؟ الدولة العثمانية عرفت بتخطيطاته واتفاقياته، فهنا عينت وهيب باشا واليا على جدة، تمام؟ طبعا ليه؟ عشان يمشيه، يبعده خلاص. ما تعرف، بنقول عندنا هنا ان هو بيسعى لايه وبيتعاون مع مين. طب ايه كمان؟ الشريف حسين لما طلب منه ان هو يقف بقواته جنب القوات العثمانية اللي كانت بتحارب الانجليز، عامل عملية مماطلة. طب المماطلة دي بتبين موقفك ان انت ضد الدولة العثمانية ومع بريطانيا. طب ده كان سبب في ايه؟ ان جمال باشا قائد القوات العثمانية خسر المعركة، وهنا رجع غضبان من العرب وموقفهم. يبقى أثناء الحرب العالمية الأولى وقبلها بدأت تظهر فكرة بنقول عندنا هنا القومية، أو بنقول عندنا هنا يعني بتسقط فكرة الولاء الديني للدولة الإيه؟ العثمانية. جمال باشا بسبب الموقف ده راح قبض على زعماء الحركة العربية في سوريا. ليه؟ اتلقى مستندات وثائق، اتلقاها في القنصلية الفرنسية تثبت ان كان في مراسلات وان كان في اتفاقيات، فقام قدمهم للمحاكمة وصدرت ضدهم احكام اعدام جماعية. هنا الشريف بسبب ده كله، صلبت الموقف الانجليزي، تعيين وهيب باشا وليا على جدة، مماطلته في المشاركة بقواته، اعلن الثورة. ونخلي بالنا من الجزئية اللي جاية دي يا اولاد، هو اعلن الثورة من غير ما يحصل على احتراف صريح من انجلترا بحق العرب في الاستقلال. نركز لان موقف ده هيتناقض مع موقف اليهود اللي بنقول عندنا قدموا مساندات لبريطانيا اثناء الحرب العالمية الاولى، بس اخذوا تصريح اللي هو تصريح بلفور، وده الفرق بين موقف شريف حسين وموقف اليهود، وكمان عندنا تصرف انجلترا مع كل جانب. طيب هو اعلن الثورة معتمد على حسن تقييم انجلترا والحلفاء لموقف العرب. السياسة ما فيش فيها حسن تقييم مواقف. السياسة، وزي ما خدنا من الدروس المستفادة قبل كده، ان الدول الاستعمارية لا تقيم وزنا الا لمصالحهم. وانا مش هستنى التقييم ده بعد انتهاء الحرب، وده اللي هنشوفه فعلا، تمام؟ ان هنا كان موقف الشريف حسين مخزي وهيؤدي طبعا الى ضياع حقه وحقوق العديد من العرب. هنا الثورة العربية النتائج المترتبة عليها، تم اعلان الجهاد ضد الاتراك، ونجحت قوات، بنقول عندنا ونركز مع بعض، الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي، إن هي تحقق الانتصارات، بنقول عندنا التالية.
صفت الوجود العسكري التركي في الحجاز، وخلي بالك باستثناء حامية المدينة اللي استبسلت في الدفاع عنها. ده شجع القوات دي أو الفيلق العسكري ده أنه يتجه ناحية الشمال ويستولي على العقبة. بدأ دخول أراضي بلاد الشام، أخذوا القدس ودمشق وحمص وحماة وحلب. الله مستر، طب ما كده بيحقق هدف، هو دخل على بلاد الشام وبيستولى عليها، هو اللي بيحقق الانتصارات. تمام، هنشوف النتيجة في النهاية. هنا بعد ما استولى على المناطق دي قالوا له ستوب، مفيش تقدم، القوات العربية منعوها من دخول بعض المناطق بعد ما استولوا عليها. أيوة، المناطق دي مش هتاخدها. ليه؟ احنا حاجزينها لفرنسا طبقا لاتفاقية سايكس بيكو. تمام، برضو من ضمن النتائج المترتبة على الثورة العربية طرد القوات العثمانية من العراق. انجلترا استولت على بغداد واصبحت على مقربة من الموصل. الدولة العثمانية خلاص غير قادرة على مواصلة الحرب، فأعلنت وقف القتال وقامت بعقد هدنة مع انجلترا، مهمة جدا لان دي انهت الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، اسمها هدنة ميدروس في نوفمبر عام 1918. يعني الدولة العثمانية بتنهزم وبتخسر ممتلكاتها وبتفقد مناطق السيطرة سواء في الحجاز ولا كمان بنقول عندنا هنا في العراق وكمان في الشام. وبكده بريطانيا مدت نفوذها وأخذت العراق واستولت على منطقة الموصل. نركز في اللي جاي شباب، والحرب شغالة عشان نعرف ان الدول دي لا تقيم وزن الا لمصالحها. كان في اتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو، واحنا بنحارب كده بالوكالة عن بريطانيا وبنحقق انتصارات متوالية في سوريا بقيادة فيصل ابن الشريف حسين. انكشفت مؤامرة وسعت النطاق على العرب. مين اللي كشفها؟ روسيا. تمام، طبعا روسيا بعد ما قامت فيها ثورة قال عليها البلشفية أو الشيوعية وخروجها من الحرب، هي اللي سربت الاتفاقية دي. الاتفاقية دي كانت اتفاقية ثلاثية، يعني ما بين روسيا وانجلترا وفرنسا. تمام، امريكا كانت لسه ما دخلتش الحرب لانها تدخل بعد انسحاب روسيا. كانوا متفقين على ايه؟ اقتسام املاك الدولة العثمانية. يعني معنى كده ان لو ما قامتش الثورة البلشفية في روسيا كان روسيا هيكون ليها نصيب من هذه بنقول عندنا الممتلكات. فكان في اتفاق ان هم يقسموا املاك الدولة العثمانية. بعد الثورة روسيا رفضت المؤامرة وبكده اقتصرت على انجلترا وفرنسا، وبقت الاتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو. بتنص عليه هيقسموا منطقة الهلال الخصيب، منطقة الهلال الخصيب اللي هي العراق وسوريا، لان طبعا هي اخدة شكل هلال اللي رأسه عند الخليج العربي وعندي خليج العقبة. هتتقسم ازاي؟ اللي احنا شايفينه دي مناطق التقسيم، مناطق خاضعة لفرنسا والبريطانيا وفي ادارة ايه دولية. اتقسمت المنطقة ازاي يا ولاد؟ فرنسا هتاخد جنوب الاناضول بما في ذلك اطنا والافكندرونة. تمام، ايه كمان؟ سوريا ولبنان حتى شمال العراق بما فيها الموصل. مستر كده تم توحيد العراق والشام؟ لا، ده تم تقسيم هذه المناطق. كده بتتقسم المناطق دي، العراق ككتلة واحدة بيتقسم بين دولتين، الشام بتقسم بين دولتين،
فكده الاتفاقية دي بتفتت وحدة العراق وسوريا. انجلترا هتاخد ايه؟ هتاخد ولايتي البصرة وبغداد. يبقى كده العراق مقسمة زي ما قلنا ما بين فرنسا وما بين انجلترا. اجزاء من جنوب سوريا حتى حدود سيناء الشرقية. المنطقة دي مهمة. ليه؟ لان في عندنا هنا بنقول ناس مستنياها اللي هم اليهود. تمام. ايه كمان عندي؟ حيفا، عكا، وهيبقى في نظام دولي فين؟ في فلسطين. تمام. طيب المنطقة الصحراوية اللي ما بين العراق وما بين الشام دي هتتقسم لمنطقة نفوذ بريطانية وإيه وفرنسية. يعني بيقسموا المناطق العربية وأملاك الدولة العثمانية، وإحنا عمالين نحارب لصالح إنجلترا وحلفائها. وطبعا هنشوف إيه النتيجة اللي هتحصل بعد الكلام ده. بناء على الاتفاقية دي منعت القوات العربية من دخول بيروت. تمام. وانجلترا اللي احنا حاربنا كعرب كالشريف حسين باسمها، خلت فرنسا تنزل قواتها ونزلت العلم العربي المرفوع على الدولة اللي كان عايز يعملها، بنقول عندنا هنا فيصل ابن الحسين. الشريف حسين بعد انتهاء الحرب كل اللي كان متوقعه ما حصلش، توقع ان يبقى فيه تقدير لموقفه، لكن العكس اللي حصل. اثناء مؤتمر الصلح في باريس ما قدرش ان هو يكسب اعضاء المؤتمر لقضية استقلال العرب، وهو وولاده عبد الله وفيصل وجدوا تعند، زي ما حصل مع بنقول عندنا الامير خالد، وزي ما حصل مع سعد زغلول، وزي ما حصل مع الوفد التونسي، عشان نعرف ان الدول دي ما بتقيمش وزن الا لمصالحها. طيب اللي احنا قلناه في التقسيمة اللي فاتت في تداخل، يعني ايه؟ كل دولة اخد حتة من هنا وحتة من هنا، فكده هم بصوا ان ممكن يبقى في تضارب مشاكل بيننا وبين بعض. طب هنحل الكلام ده ازاي؟ هنعمل مؤتمر اسمه سان ريمو عام 1920. الغرض منه إعادة النظر في اتفاقية سايكس بيكو. اتفقوا عليه. اللي هياخد شيل هياخده على بعضها. يعني العراق كله وفلسطين هيبقى تحت الانتداب البريطاني. تمام؟ يبقى كده منطقة كاملة مع بعضها. طيب فرنسا هتاخد ايه؟ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، والانتداب زي الحماية شكل من أشكال الاستعمار الحديث بمعنى أصح. آخر حاجة في درسنا النهاردة بنتكلم على الحجاز وحكم آل سعود. احنا عارفين ان آل سعود كانوا مسيطرين على شبه الجزيرة العربية، تمام، او قلب الجزيرة العربية فيما عدا منطقة الحجاز اللي كانت تحت حكم الشريف حسين بن علي. فدي جت فرصة بقى لآل سعود. ليه؟ قال لي هنا الأول الشريف حسين بعد ما أسقط الحكم العثماني في سوريا عشان يعلن الدولة العربية وقواته منهكة ومتعبة، وجد ضغط عسكري من جانب عبد العزيز آل سعود اللي قوته لسه زي ما هي، ما طبعا لا دخلت في معارك ولا طبعا بنقول عندنا يعني كان في بنقول إجهاد ليها. فإيه اللي حصل؟ منطقة تربة حصلت مواجهة بين الطرفين، جيش منهك تعبان من الحروب وجيش طبعا بنقول عندنا لسه بيبدأ يحارب. فكانت النتيجة إن تم إبادة قوات الشريف حسين عام 1919 عند تربة. عبد العزيز آل سعود اتجه عشان يضم باقي أجزاء بنقول عندنا المنطقة أو شبه الجزيرة العربية، فقام بضم منطقة حائل في شمال شبه الجزيرة العربية
وهزم آل رشيد، وده كان عام 1921. دخل الطائف وبعد كده أخد مدن الحجاز مدينة تلو الأخرى. بسبب الضغط ده اضطر الشريف حسين ان هو يغادر الحجاز. ماشي، وايه اللي حصل؟ الملك عبد العزيز ضم الحجاز اليه واطلق على نفسه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. طبعا نجد دي قلب شبه الجزيرة العربية، ملحقاتها المناطق الشرقية، منطقة حائل وغيرها من المناطق. ما كانش فاضل قدام عبد العزيز آل سعود إلا منطقة كانت عاملة له مشكلة مع اليمن. إيه هي المنطقة دي؟ منطقة عسير. مين اللي كان بيحكمها؟ الأدارسة. تمام؟ طيب مين اللي كان طمعان قلنا في عسير؟ قلنا آل سعود وإمام اليمن. اسمه إيه إمام اليمن؟ يحيى حميد الدين. هنا آل سعود كانوا بيعتبروا منطقة عسير جزء من الدولة السعودية. طب نحاول نحل المشكلة، مفيش تسوية، التسوية السلمية فشلت بين الطرفين السعودي واليمني، فكان في حرب بينهم وانتهت بانتصار عبد العزيز آل سعود وضم عسير ليه المملكة العربية السعودية، وبكده أصبحت عسير جزء من الدولة السعودية بمقتضى معاهدة الطائف السعودية اليمنية عام 1934. بكده بينتهي الجزء الأول، وهنشوف مع بعض أسئلة على هذا الجزء. الغرض من الشرح إن احنا نستوعب، إن احنا نفهم، إن احنا نستنتج ونحلل، وده هيساعدني بعد كده إن أنا أقدر أحل الأسئلة بسهولة. بدأت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى بمهاجمتها. إحنا عارفين إن الدولة العثمانية كانت داخلة الحرب العالمية الأولى بجوار دول الوسط اللي هي ألمانيا والنمسا والمجر، ضد فرنسا وإنجلترا وروسيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. هو عايز بقى يبدأ بيقول المواجهة اللي كانت بنقول عندنا هنا مع الدولة العثمانية بدأتها مين؟ العدو اللدود بنقول عندنا للدولة العثمانية كان روسيا، فبدأت بمهاجمة ميناء سبيستفول وأوديسا الروسيين بمساعدة قطع بحرية ألمانية. السؤال الثاني، أبدت إنجلترا انزعاجها من إعلان الدولة العثمانية الجهاد المقدس بسبب قوة الرابطة نقط مع الدولة العثمانية. احنا خدنا الكلام ده اولادي واتكرر معانا في بداية الفصل الرابع لما كنا بنتكلم عن الرابطة الدينية والرابطة القومية، واحنا قلنا اللي كان بيربط شعوب العالم الاسلامي بالدولة العثمانية هي طبعا الرابطة الدينية، بسبب بنقول عندنا اعتبارها ممثلة الخلافة الاسلامية، فكان الانزعاج بسبب الرابطة الدينية، وخاصة ان بنقول عندنا بريطانيا كان تحت حكمها حوالي 50 مليون مسلم في الهند وجنوب شرق أسيا. سؤال الثالث، أبدى الإنجليز تعاطف مع الشريف حسين، وإحنا قلنا أن الشريف حسين كان ليه أحلام توسعية، عايز يعمل دولة عربية، عايز يكون ملك، عايز يكون خليفة للمسلمين. طيب التعاطف من بريطانيا كان إمتى؟ وإحنا قلنا قبل كده أن الدول الكبيرة الاستعمارية ما بتمشي وزن إلا لمصالحها الذاتية. طب التعاطف هيكون إمتى؟ قبل الحرب ما حصلش، كان في اتصالات. بنقول أثناء الحرب، هنشوف ونفتكر كده مع بعض. بعد الحرب بنقول عندنا بدأ التخلي. أثناء مؤتمر الصلح بباريس كان في رفض المطالب الشريف حسين. يبقى هنا هناخد أثناء الحرب العالمية الأولى، بنقول عندنا حتى كانت بريطانيا بتسعى لاستغلال الشريف حسين لإعلان جهاد مضاد لإعلان السلطان العثماني، يبقى أثناء الحرب العالمية الأولى. السؤال الرابع،
هدفت الدولة العثمانية من دخول الحرب العالمية الأولى تجنب خطر التفكك والانهيار، القضاء على التحالف الإنجليزي الفرنسي، إحياء الإمبراطورية العثمانية، دعم حركات التحرر في الشرق. فطبعا احنا نستبعد جيم ودال وهنركز على بنقول عندنا ألف وب. ولو رجعنا لأسباب دخولها الحرب هنعرف ان هي دخلت الحرب لاسترداد وإنقاذ، يبقى هي عايزة تحافظ على نفسها، تمام؟ يبقى هنختار واحنا متأكدين من الإجابة تجنب خطر التفكك والانهيار، تجنب خطر التفكك والانهيار. السؤال الخامس، اتفق كل من الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود فيه. طبعا هنستبعد السعي لمساندة الدولة العثمانية لأن هما كان في عداء بينهم وبين الدولة العثمانية، تمام؟ رفض القومية العربية، بالعكس ده بدأ يظهر تيار القومية العربية. تبني فكرة الجامعة الإسلامية، ما كانش في تبني لهذه الفكرة. أمال إيه؟ الاتنين كانوا مشتركين بأن الدولة العثمانية هي ممثلة للخلافة الإسلامية، فكانوا رافضين الخلافة العثمانية كبنقول ممثل للدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. السؤال السادس، خرجت شبه الجزيرة العربية من حلم الدولة العربية للشريف حسين بسبب، نعرفين ان الشريف حسين كان ليه اطماع وطموحات كبيرة جدا بس بعيدة عن ارض الواقع يا اولاد، لانه كان عايز يبقى ملك على شبه الجزيرة العربية كلها والعراق والشام، لكن احلامه كلها اتبخرت. طيب هي شبه الجزيرة خرجت ليه من الحلم ده؟ لان عندنا هنا كان في علاقات تعهدية ما بين بريطانيا والعديد من مشايخ الخليج العربي، كان في اتفاقيات وقعها ببريطانيا مع مشايخ الخليج العربي وآل سعود، ومنها اتفاقية دارين عام 1915. السؤال السابع، هنا بيقول يتشابه موقف مين؟ محمد علي والشريف حسين بن علي في محاولة ايه؟ في استماعات، ايوه، التحالف مع انجلترا، محمد علي علاقته عدائية كانت مع انجلترا. اقامة تنمية اقتصادية، محمد علي عمل تنمية اقتصادية، وهنا ما كلمنيش عن تنمية اقتصادية للشريف حسين، يبقى كده استبعدت جيم ودال. طيب اسقاط الخلافة الاسلامية واقامة دولة عربية، محمد علي ما كانش هدفه اسقاط الخلافة الاسلامية، يبقى فاضل عندي كده مع الاستبعاد الإجابة هتظهر لي وهي إقامة دولة عربية، يبقى أنا عندنا بنقول دي الإجابة الأكيد وأنا مطمن من سلامة الإجابة. السؤال الثامن، واجه الشريف حسين نفس موقف مصر وتونس في الجزائر من مؤتمر سان ريمو، مؤتمر الصلح بباريس، المؤتمر العربي الأول، مؤتمر بلودان. طبعا المؤتمر اللي كان سبب خيبة أمل للدول العربية كلها وأثبت لهم أن الدول الاستعمارية لا تقيم وزن إلا لمصالحها، وأن كلام الرئيس الأمريكي ويلسون طلع بنقول عندنا كلام للهوى والاستهلاك المحلي وللضحك على بنقول عندنا الشعوب، فكان المصير في مؤتمر الصلح بباريس اللي وجد تعنت هو وولاده الاثنين من مطالبهم باستقلال البلاد العربية. السؤال التاسع، انسحبت روسيا من اتفاقية سايكس بيكو. احنا عارفين ان الاتفاقية في الاول كانت اتفاقية ثلاثية، لكن بريطانيا وفرنسا فوجئوا بخروج روسيا من الاتفاقية. ليه؟ قال لي لأن روسيا قامت فيها ثورة نسميها الثورة الشيوعية أو البلشفية، يبقى عندي الإجابة هي ظروفها السياسية، نظام فيها تغير وكان رافض لهذه الاتفاقية، يبقى حتى بنقول الوضع تغير في روسيا أثناء الحرب العالمية الأولى، الوضع السياسي.
السؤال العاشر والأخير: السبب في نجاح عبد العزيز آل سعود في معركة دربة عام 1919؟ دعم إمام اليمن، تفوق العسكري لآل سعود، عدم مشاركة عبد العزيز آل سعود في حروب أثناء الحرب العالمية الأولى، تخلي الإنجليز عن الشريف حسين. طبعا بنستبعد ألف، العلاقة بين كانت بين إمام اليمن وآل سعود علاقة ما كانتش جيدة، وما كانش في تفوق عسكري ضخم لآل سعود، تمام. والإنجليز بنقول عندنا هنا حتى لو تخلوا ماشي مش هيكون سبب رئيسي بنقول عندنا هنا للانتصار. أمال إيه؟ كان عندنا هنا في بنقول سبب تميز، ان عبد العزيز آل سعود قواته مرتاحه، ما دخلتش حروب، فهي الجاهزيه بتاعتها اكبر، بينما قوات الشريف حسين بنقول عندنا كانت بتحارب في الحجاز، وحربت كمان عندنا قلنا في بلاد الشام، فهنا القوات مجهده متعبه، ففعلا كان السبب في الهزيمه هو عدم مشاركه عبد العزيز آل سعود في حروب اثناء الحرب العالميه الاولى، وده اللي ادى الميزه لقواته واللي من خلالها اباد قوات الشريف حسين. بكده ابنائي وبناتي نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. ما تنساش ابني وبنتي، عشان نقدر نحل لازم نفهم الشرح كويس، لازم نستوعب، لازم نحلل، وبعد كده عندنا اللينك اللي اسفل الفيديو هيمكننا ان احنا نحل اكبر قدر ممكن من الاسئلة. لحد ما اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله، ما تنساش لايك وشير، واشوفكم على خير.